بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع بعض مباريات الحرب. نلعب الحين طبعا. نشوف اول شيء سواليف. ايوه الحمد لله اني ما هجمت. شوفوا كيف اللعبه. شوفوا كيف الجو البيض اللي بهذه اللعبه. شايفين العلامة هذه؟ النت شغال، الواي فاي شغال، ما أعرف يعني نظام سيء، نظام اللعبة ذا معفن موت. ما أقدر أقول شيء عشان الناس ما تزعل، لأنه الناس مشتركين دلوعين شوي، حساسين، دققون على أي كلمة. يلا بسم الله، سيمبل ببساطة. يلا اسمه يعني ببساطة. اوكي لطيف. بتقول لي بيك اسمام، خايف طبعا انه يكون بيك اسمام. يا الله المجبنين عاد على الاقل سوى جميل الشغل. رهيب رهيب رهيب. اوكي الغيلان هي المشكلة. أيوة أيضا هذا من دق المعركة صاير مرة سريع الشهرين الأخيرين. ما أدري سووا له تحديث، ما أدري إيش صار. ملاحظ إنه صاير مرة سريع. هذا الشيء يخلي الواحد يفكر يرقي طبعا. طيب عنده فالكري، عنده من دق معركة، عنده. أنا الحين قاعد أضرب من الجهتين وهذا الشيء خطأ. عنده أشياء قلق طبعا، يعني التجمعات قلق. غيلان منطاد هيكل، الله يعين. بس ما أعرف أروح يمين أو يسار. واضح إنه المباراة كلها رايحة يسار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ندق المعركة جامد. خطير. الله يعين بس. نحن كهرب على هذا خلاص يعني. الحمد لله إن شاء الله نضمن الفوز. بإذن الله. خير. نجومين ذاب من الذين روع المفجر، مع انه مستوى 13، مع انهم ضعفوا، لكن لا زال رهيب وروعه. الحمد لله. تم الدعس.
يا سلام يا زين، الفوز وناسة وفرحة واستكنان لما تفوز. إيش الثنائية؟ خلنا نشوف هذه المباراة. شوف كيف من البداية أعلن من البداية المشاكل من طاد مع تجبيد معينا الأذرار، طبعا مع الحراس النكين شايفين قديش مضادات حتى معاه قدام في تسلا. الواحد الحين جن يعني من جد، تجميع ايش هذا؟ تجميع المضادات كله يعني فالكيري، الراس ملكيين، تسلا ايضا، هي 170 126 لازم اهجم. هنا صراحه انجليت يعني انصدمت يعني كله كذا بكوم، والتسلا صارت بكوم. هذولا ما لهم حل الا لازم تحط الساحر، والحمد لله الساحر كنس ابوهم. شايفين كيف تقهر مره تسلا؟ هنا الورطه. طبعا من بيكا نلعب بدون اي فايده بهذه يعني بالمباراه كله تقريبا، الا ان شاء الله يعني باخر المباراه بيلعبوا ضد الفالكيري. والحمد لله هنا بدا يتوتر، بدا يحط التجميد عند اي بوقات غلط. طبعا الى الان المباراه ما تحددت بالنسبه لي يمين او يسار، الحمد لله لعبت. شفتوا كيف حتى معه كرة ثلج كل شيء مستلعن، هنا مركز على الجهة اليسرى حتى الآن. لكن شوفوا كيف، لاحظوا الثالثة كيف، لاحظوا الإبداع، رهيبة. أول شيء هي قوية تتحمل كرة النار، ثاني شيء ضباتها قوية. فمن جد الفارسة بطلت الدقائق الأخيرة بعد المباراة، بطلت المباراة تقريبا يعني جابت الفوز طبعا بالثواني الأخيرة الحمد لله. بنشوف مباراة نجمة ضد أندي. شوف العنقاء، الميجا نايت، برج النار. ما أعرف يعني طيحة البيضة هذه إيش فائدتها؟ أوقات يطلع أول أعوذ بالله إيش هذا؟ خطط إجرامية ألف بهذه اللعبة، ما أعرف ليش يعني كلهم كذا مجرمين. شايفين إيش فيه؟ ميجنايت مع مراية مع برج نار. شفيت البيضة على العموم؟ ما أدري شفيت البيضة. أظن أنا أتذكر إنه كان يطلع تطلع عنقاء جديدة، يعني يطلع طير جديد، هذا اللي أعرفه، هذا اللي شفته يعني ببعض المباريات. بس الآن ما أشوف يعني تتكسر البيضة وبس ما يجي طير جديد، فما أعرف هدف إنه البيضة تطيح. لطيف الميجا نايت غثيث جدا،
حتى لو إن لعب غلط زي كذا، لكن يلا بيك معانا، بيك لديك الله يخف عليك، ما هذا المشكلة حركة المراية دي. والله يعين، طبعا تلعب بدون ساحر كهربائي ضد برج النار يعني الوضع شوية صعب. السياف بعيد على الساس يساند الهجمة، روعة يا نجمة، روعة يا عبد الرحمن. هنا يعني الخاطئة ما أعرف، روعة روعة روعة، كفو 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 كفو، والله والله كفو، والله كفو، والله كفو. واو، من جد واو، وين موصل هذا؟ ليش معاه درع أزرق؟ واو، خلونا نشوف. بسم الله نلعب بالتشكيل 18 وبسم الله أساسن سبول. تعبت نكح شوي، لكن إيه كل ما لعبت تشكيلة الأمير يجيني هذا الباولر، ما أعرف كل ما لعبت هذه التشكيلة جاني هذا الباولر ليه، ما أعرف. بس يلا ما قصر الأمير، شايفين المضادات؟ لا 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 لا، كل ما لعبت تشكيلة هذه المنطاد جي كذا، منطاد وحطب نفس الشيء، لا ومعاه المضاد، لا 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 لا، ليه 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 كل هذا؟ يلا ندوس، جاع وجع تجميد وعصار يا اخي، الله يلعن هاللعبة، يقلعكم لعبة ولد جد يعني، عفن 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 بهذه اللعبة غير طبيعي، تحاول تلطف الجو، تحاول يعني تجد مبررات، تحاول تقول يعني لا زالت لعبة زينة والكلام هذا، لكنه كلام فاضي يعني صراحة، الواقع يقول اللعبة صارت من يعني طريق منحدرة يعني للأسوأ. لا 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 لا، بعد خلصنا من تنين النار يجيك التنين الثاني يا ولد، ايش هذا ايش هذا، يلعن ابو الحالة وعصار وتجميد، يلعن ابو كذا يا شيخ ليه، وين داول باولر بوجهك، فما تستفيد من تقريبا 3 وضايق وتنين صغير وتنين نار، وجاي يلعن ابوك يلعن ابو كذا، ما ادري ليش انا بس يعني لا احد يقول لي شيء، والله اعصابي يعني الله يعين، انقلع يا خسيس. اوفا 290، ما ادري اذا تقدر تجيب، والله ما اعرف، مشكلة
الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله. ثلاث انتصارات بالحرب، حلو. خلونا نشوف. ممدوح ممدوح يعني عبد رضا.
يلا ها عندك الآن فصلت اللعبة ولا مدري إيش هذا الغثة كله هذا المقلق كله بهذه اللعبة فصل الواي فاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.